اهلا من جديد بكم في حضره المساء، ولسه مستمرين يا تغريد في اللحن الفات. كان رايك شنو؟ اكيد الالحان، نعم، هي الالحان دائما بتسترجعنا لفتره زمنيه معينه، او حتى بتكون بنفس الصوت وبنفس الالق، بتشدنا بصوره غريبه شديد، لانها هي بتحمل من الجوهر اللغوي من غير اضافه الات او حتى التفنن في الاصوات. دائما مرات الحياه بتكون سمحه شديد، ويجي زول يحاول انه يزيد فيها مرات بتخرب. تحية لكل الفنانين ولكل الشباب، لكن والله في حاجات ما ينفع انها هي تتهبش اطلاقا. هو عموما الغنى بالطريقه دي او الغناء بالطريقه دي بيرجعك للمدرسه، نعم، والاحياء القديمه وام درمان والاذاعه والتفاصيل دي. فانا بتفق معك في انه اذا انت عايز تنقل اغنيه من جيل لجيل، حاول بنفس السمات اللي لقيتها بها، نعم، ونفس الجمال اللي لقيته بها. نعم، فده برضه بيخليك انه انت بتنتج في محتوى جديد، اللي هو انك، نعم، انت تنتج الغنى القديم باسلوب جديد. وده بيدخلنا لعلم جديد يعني اتوجد في اخر 10 سنين لورا، اللي هو علم صناعه المحتوى، نعم، او الكوبي رايتنج. معروف انه العلم ده في الفتره الاخيره بقى هو المصدر الاساسي للدخل للعديد من الاسر، للعديد من الشركات، للعديد من المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي، سواء كانت تيك توك، انستغرام، نعم، فيسبوك، تويتر وغيرها. فبقت صناعه المحتوى مصدر بتاع دخل اساسي. كيف انا اصنع المحتوى؟ صناعه المحتوى هي شنو؟ الفكره بتاعتها شنو؟ هل ممكن تكون مقروءه، مكتوبه، مسموعه، فيديو، ممكن تكون تصوير؟ في طف الفقره دي حتكون هي مساحه مفروضه لصناعه المحتوى. نعم، ومباشره حنرحب بضيف الفقره عثمان حربي، وهو صانع محتوى. مرحبا بك معنا في حضره المساء. طيب، بسم الله والصلاه والسلام على جار الرجال واقوى الرجال المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وإن شاء الله تكون سهرة خفيفة تظل على المتابع الكريم والمشاهد العزيز داخل وخارج الوطن الكريم. نورنا الليلة. الله ينور أيامك يا سيد الناس. مباشرة من غير تيك توك. نتكلم عن صناعة المحتوى طوالي. جميل. طيب، أنت دخلت المجال عموما بياتو فهم بياتو تفاصيل، هل أنت الحاجة دي بس فيديو صدف معاك ولقيت نفسك بابليك فيجر، ولا بديت من حيث التأسيس أنه أنا أصنع محتوى على السوشيال ميديا؟ طيب، تمام، جميل جدا. البداية الفعلية، أنا كان قلت الكلام ده قبل كده، لكن بدايتي الفعلية كانت 2015. كنت بعمل إسكتشات بسيطة كده مع الأصدقاء ومع الشباب ومع أصحابي، يعني كنا صغار، يعني ما كنا كبار. في حي الثورة مدني، الحي اللي أنا تولدت وتربيت فيه، فكنا شغالين الشغل ده هناك، وتحية هنا لأعمامنا ولأخواننا في حي الثورة مدني. فالبداية كانت هناك مع الأصحاب، مع حكاية بسيطة بالمناسبة، ما كان في سوشيال ميديا، ما كنت بنزل حاجة في الميديا. لكن البداية بعد ذاك جات يوم 1/1/2018، هي كانت عن طريق الصدفة. نرجع للنقطة بتاعتك، خدمتك. خدمتني خدمة طبيعية الحمد لله، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان 1/1، فعادي الناس بترسل لبعض كل سنة طيب والتفاصيل زي دي. فانا قلت اعمل تغيير بسيط كده، بانه بدل ارسل رساله ارسل فيديو، اعمل فيديو اتكلم فيه وارسله للناس، وتكون نقله شويه كده وحاجه مختلفه نوعا ما. ففعلا عملت الفيديو ورسلته للناس وخطيته في الستيتس عندي، ستوري عندي. فنمت عليه كده، الموضوع ايزي شديد، ما كان في حاجه. فصحيت الصباح لقيت الموضوع كسر الدنيا. ايوه، بفضل الله سبحانه وتعالى لقيت الستوري بتاعي كل الناس اللي عندي كلها منزل الفيديو، والرسائل الناس كان في تحفيز بصوره ما طبيعيه، انه استمر واشتغل على الكلام ده والموضوع ده كده كويس، وانت ماشي تمام، ودي فكره كويسه. فمن هناك بدت البدايه الفعليه، يعني بديت جادي نوعا ما. لكن طبعا بحكم الدراسه وبحكم المشاغل بتاعت الحياه، فما طوالي انا اكتف على موقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك بصوره خاصه، لانه انا مكرس شغلي كله حاليا في تيك توك، فما اكتف فيه يعني طوالي. فمن فترة لفترة بخش بعمل محتوى، بقدم حاجات بسيطة جميلة الناس تستفيد منها، ولحد ما وصلنا هنا بفضل الله سبحانه. بمناسبة إن الناس تستفيد منها يا عثمان، وأكيد حيكون في فائدة، بما إنه في كم من المتابعين لك، رغم إنه التيك توك عموما منلقى فيه، يعني أو هو لما بدأ بتفاصيل ممكن تكون شبه تقليد لتفاصيل ناس ثانيه، لما تلقى نفسك انك انت صنعت روحك بحاجه مختلفه، فده شيء محفز انه كمان انت تلقى اللي بيقلدك. ولكن حابين نقف في نقطه معينه، وهي القضايا المطروحه او القضايا اللي انت بتقدمها من خلال المحتويات اللي انت بتقدمها. من بعده اكيد حنقوم حنشوف الفيديو، لكن ابتداء نشوف انت بتقدم شنو. والله انا 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 سبق قبل كده قلت انا ما بحب النمطيه، يعني انا ما بعمل حاجه معينه، ما حاجه مكرره، لا ما حاجه ما يعني ما مركز عليه، ما ماشي في لاين واحد. طيب،
ممكن تقول انا ركزت في الفتره الاخيره على القضايا الدينيه والمواضيع الدينيه، والاخيره كلها كانت عباره عن محتوى ديني الفتره الاخيره كلها. قبل كده في يعني خواطر وفي حاجات القضايا. كيف يمكن يعني جزء من المشاهدين هم ما يكونوا بيتابعوا؟ طيب تيك توك كده حدد لنا كلمه محتوى ديني. ابتديت تمشي حلو بالضبط. شديد جميل جدا. مثلا انا ممكن اديك يعني فيديو بس حاليا. نعم. ارتجل لك. ففي فيديو من الفيديوهات انا كنت بقول فيهم اخطأ عبد الله فاستعدت الملائكه لكتابه السيئات، وقالت لرب العزه جل جلاله: يا رب العزه، اذنب عبدك ذنب ولم يستغفر ونريد ان نكتب. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: امهلوه لعله يستغفر. فإذا مشى قليل من الوقت ثاني الملائكة لرب العزة: يا رب العزة، مر قليل من الوقت وعبدك لم يستغفر، أنكتب؟ فقال لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر. فإذا دخل الليل قالت الملائكة: يا رب العزة، جاء الليل وعبدك لم يستغفر، أنكتب؟ فيقول لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر قبل أن ينام. فإذا بدأ في النعاس وبدأ ينعس يعني، قالت الملائكة لرب العزة: يا رب العزة، عبدك ذاهب إلى النوم، أنكتب؟ فيقول لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر قبل أن ينام. فإذا نام العبد نزل مناد من السماء: ما أقل حياء عبدي، نام ولم يستغفرني، فبعزتي وجلالي لو كان يستغفرني لغفرت له ولا أبالي. فدي تكلمنا عن الاستغفار كان، فدي واحدة من الأحاديث الغدوسية. أيوه. نعم. أيوه. هي فعلا خارج النمطية، لأنه الأحاديث الغدوسية عادة حتى هي في من قالب الكتب لقالب الشيوخ اللي احنا بنتباهى بإطلالتهم، ولكن أكيد الشباب هم أقرب لبعض. الحكاية يعني بيكون فيها ترهيب أكثر. نعم. ما فيها ترغيب. نعم. لكن أنا خليني أسألك سؤال هنا، يعني المصادر والاستنادات اللي أنت بتلجأ للحاجة دي، هل هي بتكون من الحاجات الرسائل بنشوفها على السوشيال ميديا المكتوبة؟ أيوة. ولا بترجع لصحيح البخاري ومسلم للاستنادات بتاعتنا؟ نعم. ولا الحاجة دي بتكون من صناعة خيالك وممكن تعرضك للحرمة؟ تمام جميل جدا. انت بتقدم في محتوى زي اللي انا بقدم فيه ده بتكون حريص جدا لانك ما تطلع لك حاجة ساي. اكيد. لانه انت المتابع ما اكثر وعي. بالضبط. فانا لما اشوف حاجة يعني انا فعلا حرفيا مرات بلاقي حاجات في السوشيال ميديا لافة مناشير وحاجات زي دي، وبيعجبني الكلام، بحس انه الكلام ده لا انا لازم ارسله للناس. انا احتمال يكون ربنا اداني مجموعه من الناس اخوان انا بقول ما متابعين معاي، فانا عن طريقي ممكن اوصل الرساله دي او اوصل الحاجه دي للناس. ف يعني بشيله، لكن ما بشيله وبنزله ساي، بشيله وبتحرر عليها وبسال وبشيله وبخط لحد ما اصل ل 100% ان المعلومه دي حقيقيه 100%. صح. حتى انا انزل. ما حصل قبل كده دخلت في موقف زي ده انك انت يعني نشرت حاجه ولقيت انه مرجعها ما صحيح؟ انا كنت حريص من البدايه. والله لا انا ما اكذب عليك، انا كنت حريص من البدايه. يعني احتمال طبعا اذا كان بدايتي كلها يعني بدايتي بدايه دينيه من الاول كان ممكن يكون حصل اللغط ده، لكن انا المحتوى الديني ما عملته الا بعد عظمي قوه في المجال ده، فما بقيت ما يعني اصلا ما بنزل اي حاجه ساي. المحتويات الدينيه دائما اعتقد بتنتشر في فتره زمن الحج، زمن رمضان. نعم. مواسم. بتكون يعني فتره بتاعت شعائر دينيه. لكن انت بسكت الحاجه دي بقى اشبه بسلوك او نمط بتاع صناعه المحتوى. بالضبط. محتواك الهداك شنو؟ يهدي من يشاء. لا يلا هي ما مساله بتاعت هدايه. لا الهداك على الحاجه او الدلاك على انك تعمل على. ايوه اقول الدلاك. انا قلت لك باللغه الدينيه البسيطه. جميل جدا. الهداك على شنو؟ تمام. التيك توك عموما الناس بتستخدمه استخدام انا ما اقدر اقول كلمه حاسب عليها. لكن انا بقولها. انت ممكن ما تشمل ممكن. اي انا مشان ما نقع في فخ التعميم. تمام. ففي مجموعه كبيره جدا بتستخدم التيك توك استخدام خاطئ. نشوف الفيديو يا تغريد. رايك شنو؟ نشوف فيديو؟ نشوف ونجي ثاني. تمام جميل جدا. تفضل كنترول. السلام عليكم. فرعون وهو بيغرق استغاث بسيدنا موسى 70 مرة، قال أغثني يا موسى 70 مرة. ولكن موسى لم يغثه. فأوحى الله إلى كلمه موسى: يا موسى، استغاث بك فرعون 70 مرة ولم تغثه. إن كان استغاث بي مرة واحدة لوجدني غريب مجيب. يا الله
اللهم إن كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف ستكون بعبدك الذي سجد وركع وقال سبحان ربي العظيم. يا ربي يا الله اللهم اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك المغفرة. يا شباب استغفروا في جلوسكم، استغفروا في وقوفكم، استغفروا في أسواقكم، استغفروا في أعمالكم، لا تدرون متى تنزل الرحمة. صلى على النبي، صلى على النبي. يقول رب العزة جل جلاله للملائكة: إذا أذنب عبدي ذنبا فلا تكتبوه لعله يستغفر. فإذا مر قليل من الوقت قالت الملائكة: يا رب العزة أنا أكتب؟ فيقول لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر. فإذا جاء الليل قالت الملائكة: يا رب العزة جاء الليل وعبدك لم يستغفر، أنا أكتب؟ فيقول لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر. فإذا بدأ في النعاس وكاد أن ينام قالت الملائكة: يا رب العزة أنا أكتب؟ فيقول لهم رب العزة: أمهلوه لعله يستغفر قبل أن ينام. فإذا نام نزل مناد من السماء: ما أقل حياء عبدي نام ولم يستغفرني، فبعزتي وجلالي لو كان استغفرني لقفرت له ولا أبالي. استغفروا استغفروا، ما أفضل محصول من الخطأ لكن استغفروا. كلامي ده للناس العاقلة ما لي يزول. فايدتش نص صداقة لو من غير صدق، وفايدته شنو العهود لو من غير وفاء، وفايدته شنو الزواج لو من غير تفاهم، وفايدته شنو الحب لو من غير اهتمام، فايدته شنو القراية لو من غير فهم، وفايدته شنو الكتابة لو من غير إحساس، فايدته شنو المسؤولية لو من غير عدل، وفايدته شنو الحياة لو من غير عبادة لرب العالمين. صلى على النبي. هي من الجانب الديني هو جانب جميل جدا، وكمان كتابة الخواطر، ولكن كثير من الأفكار هي المحتضرات عند البعض، ممكن نقوله عن الشباب لو الشاب بشكل معين أو حتى بيطول بإطلالة معينة، معناها إنه هو ما عنده أي مخزون من الدين أو حتى الفقه ممكن يكون هو حامله كفكرة. الفيديوهات الزيادة والمحتوى الزيادة تحديدا ممكن يغير كثير من الأفكار ويجدد صح. كثير من المعتقدات في المجتمع السوداني. بالضبط كده. نعم. كلام منطقي جدا. أنا حقيقة ما فهمت السؤال شنو بالضبط كده. إنه الحاجة دي هل حسيت بأنه هي فعلا حتغير كام من الأفكار بالنسبة للمجتمع، ولأنك أنت كنت بتديها مجرد رسائل تشجيعية للاستغفار وحتى للشباب إنه هم ياخذوا مسار زي ما بقولوا يدوا الآخر حقها، وكمان إنه هو في عمر الشباب أكيد الشاب حيكون فيه كثير من الجذب والابتعاد في الطرق عموما الدينية وحتى لممارسة الحياة الطبيعية. تمام. انا لما عملت الفيديوهات دي زيه زي اي شاب سوداني، البدايه بتكون انه داير تعمل محتوى وداير بتكون في 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 في, في تفصيله زي دي، انك داير تصنع محتوى بس بغض النظر عن هو شنو او بغض النظر عن الرساله اللي انت بتقدمها، داير متابعين بس. وطبعا بالمناسبه في مجموعه كبيره من الشباب حاليا ماشيين بالفهم ده، ودي مشكله كبيره شديد. فبعد ذاك لما وصلت لنقطه معينه لمرحله معينه وركزت في الحاجه اللي انا بقدمها، لقيت انه الحاجه اللي انا بقدمها هي يعني ما بتسيء لزول لكن ما بتخدم زول. فاتجهت للجانب الديني ده، وفعلا في ناس كثيره جدا استفادت من الماده اللي انا بقدمها، وده يعني حاجه ملموسه جدا في المجتمع اللي حواليني انا. فانا حسيت بالحاجه دي شديد، وفي ناس متواصله معي كثير وعالجت كثير من القضايا الادمان. انا حسوقك للمواضيع الثانيه، انه كل زول عنده الانبوكس بتاعه والدايركت مسج بيجيك في ده، بعدين نشوف حنخش معاك جوه الدايركت نشوف الناس اللي بتجيك ردود الافعال والناس اللي بقيت انت مصدر بتاع الهام ليهم ومصدر بتاع تغيير. كل الكلام ده كله هنعرفه بعد الفاصل، خليكم متابعين. بطل مساء لسه متابعين ولسه متواصلين مع ضيفنا الجميل عثمان حربي الشاب الانيق التيك توكر. يا سلام عليك. كنا بندردش انه حندخل معاك، اللي اسمح لينا ندخل خصوصياتك الخاصه جدا راحتك. على الدايركت مسج طوال صندوق الانبوكس، انت هل كنت سبب في انه تهدي زول؟ في زول يعني حس انه مصطفى ده او عثمان ده معلش عباره عن شخصيه قامه، هو زول اداني بوش لانه انا اتطور في حاجاتي، اخلي عاده سيئه سلبيه انا كنت بعمل فيها. طيب انا مبدئيا اعتذر اعتذار اول حاجه
على انه في انا رسائل كثيره ما رديت عليها والله، وانا عارف الناس اللي بيجوني ديل ما بيجوني الا من عشمهم فيني. المعلقه كم؟ والله كثيره. ما هو طبعا في تيك في مثلا في الانستغرام ما بيظهر لك بدق اكثر من 99، لكن والله كم ما عارفه. وانا والله لو الود ودي ارد عليه كل الناس واي زول يجيني انا ما اقصر معه، لكن طبعا بس للكثره بتلقى انه في تقصير لانه تيك توك بيجاي والانستغرام، فعلى قدر اللي بتقدر عليه وبترد عليه واللي بتقدر تساعده كان بمسج كان باي حاجه اي تفصيله بتساعده. فالرسائل كثيره والرسائل جميله جدا والله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا لما اكون زهجان دي طلعه كده بسيطه، لما اكون زهجان بخش الرسائل اللي بتجيني طيب. والله بكون ازعج الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه انا بحس انه انا في ايوه بالضبط كده، انا قاعد اساعد في ناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وما انا اللي قاعد اساعد، هو طبعا انا سبب ليس ربنا سخرك ربنا سخرني بفضل الله سبحانه وتعالى. فالرسائل جميله جميله جدا والله، والله حرفيا كده رسائل جميله جدا. وانا بعتذر ثاني، انا اختم كلامي انه انا بعتذر لاي زول انا ما ردت عليه. نعم نحن وقفنا في المحتوى الديني، والحمد لله الدين الاسلامي تحديدا هو محتوي لكل التفاصيل اللي هي ممكن الزول يكون محتاجه في حياته اليوميه. قضايا مجتمعيه كثيره جدا بقت تواجه المجتمع، مشيت لاي قضايا ثانيه وطرحت او دخلت وين من القضايا ممكن تساعد المجتمع في حلولها؟ جميل جدا. تكلمت عن قضايا كثيرة جدا، لكن أنا حديك جزء من الحاجات اللي أنا تكلمت عنها. وفي المقدمة تكلمت عن الإدمان والمخدرات، كان عالجت قضايا كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهديت ناس كثيرة شديد الحمد لله. دي واحدة من القضايا اللي أنا تكلمت فيها. تاني واحدة من القضايا اللي تكلمت فيها علاقة الأخ وأخته في البيت، يعني في ناس كثيرة فاهم العلاقة دي غلط، يعني علاقة بتكون متوترة والجو ما تمام. أيوه. مع أن العلاقة دي أحلى من كده بكثير. إذا الناس تفاهمت فيها والأخ عرف البيه والعليه وإنه يحتوي أخته، الموضوع بيكون جميل جدا والله. فاتكلمت عن قضايا كثيرة شديد. الحتة دي طرقت فيها يعني على كم فيديو، ولا هي كانت في فيديو واحد وجهت فيه بس رسائل للإخوة في البيت؟ أنا اتكلمت في فيديوهات كثيرة، والسبب اللي خلاني أتكلم في الفيديوهات معلش من غير ذكر أسامي او معلش انه انا رايح امشي لموضوع خصوصي شويه، لكن طبعا بس عشان المشاهد يستفيد. طبعا جاتني واحده في الدي ام رسلت لي قالت لي انا عندي مشكله كبيره شديد حاصله لي في حياتي. الدي ام هي دايركت مسج. الدايركت مسج ايوه، أيوة. دي اللغه بتاعت السوشيال ميديا فانا لازم نوضح لها. تفضل. فقالت لي انا حاصله لي مشكله كبيره في حياتي، ودي واحده من الناس اللي قدرت ارد عليها قلت لها تفضلي وربنا يسهل الامور ان شاء الله فيش. فقالت لي يا اخي انا اخوي بيكرهني بصوره ما طبيعيه. كره اللفظ انا يعني بالنص اخوي بيكرهني بصوره ما طبيعيه. فبسم الله الرحمن الرحيم كده اقول يا لطيف ليش نقول الكلام ده؟ ما في كلام زي ده، ما في اخو بيكره اخته. صح. احتمال يكون في حظ سوء تفاهم بيناتكم، عملت شيء ما عجبه لكن ما في كره. قلت لها انا بيكرهني بصوره ما طبيعيه. فحكت لي تفاصيل كثيره كده بس عشان ما اخش في حقهم، حكت لي تفاصيل كثيره كده. فالموضوع شويه كان مرهق بالنسبة لها، فأنا تكلمت معها وديتها برنامج قلت لها اعملي كده معاه خليك معاه كده وسلسة في التعامل والحالة يعني عمليها واحدة أخوك في النهاية وانت أخته. صح. فالمهم يعني نصل لخط معين إنه وصلنا لأنه البيت بقت تمام مع أخوها وبقت العلاقة جميلة جدا. ما شاء الله. فدي واحدة من الحياة اللي خلتني أتطرق للنقطة دي يعني. الموضوع ده الصعوبة بتاعت إنك تنتج محتوى مضغوط دسم فيه فائدة كبيرة ومعلومات كبيرة في 59 ثانية في التيك توك، الآن أتيحت الفرصة إنه تعمل أكثر من كده. أيوة. لكن في بدايات التيك توك كان بس معمول 59 ثانية. بينه وبينك 59 ثانية كويسة. إنف شديدة. أيوة لو زادت أكثر من كده أيوة ممكن أيوة تكون منفرة أيوة بعدين حساباتي يا جماعة. بتاعت الإنترنت وكده. والبلد دي. يلا أنت كيف الموضوع ده قدرت تتخطاه؟ إنه أنا أضغط راسي عشان أنتج لي حاجة وبسابق في الزمن قبل ما أقفل 59 ثانية. تمام. في حين إنه أنت متاح لإنك تعمل فيديوهات طويلة شديد في أي منصة. بالضبط كده. أنا لما كنت أكتب الكلام وأجي أعمل الفيديو بلقى إنه الكلام في الفيديو دي نقطة مهمة معلش إنه أيوة. أنت قاعد تكتب السيناريو بتاعك أيوة ما جاء بعفوية ولا جاء لا 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 هو طبعا مرات أنت بتجي في موضوع فبتتكلم بترتجل وبتلقى نفسك اتكلمت في الموضوع تمام. لكن في حاجات كده ما بتستحمل زي الموضوع الديني أنا ما ممكن بتحفظ ولا بتقراه لا بتكتب الكلام بتفتش فيه حاجات كثيرة مصادر بعد ما طلعت الخلاصة طيب بتشيل الخلاصة بعد ذلك بتبدأ تلخص
انا قصدي لك اثناء التصوير بتخط مثلا قدام مرايه بتحفظ لا لا اثناء التصوير حفظ ما في طريقه طيب. ما في ما في ما في جرايه يعني ما في ارتجال لا يحفظ فطيب التيك توك بدايته كانت زي ما انت ذكرتها هسه 59 ثانيه زي ما استاذه هديل ذكرت انه كانت مريحه جدا للزول اللي بيعمل في الفيديو وللزول اللي بيحضر في الفيديو للطرفين يعني طيب. انا بلقى المعلومه اللي انا بفتش فيها هو اللي انت داير توصلها لي في زمن قياسي بسيط جدا 59 ثانيه يعني ما مرهق بالنسبه لي وانا كمان كصانع محتوى ما حاجتهد وما حادعب عشان يعني الموضوع بسيط بيكون 59 ثانيه فهسه بقت في 3 دقائق وفي 10 دقائق وانا الموضوع يتكبر اكثر وشايف هسه في 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 التيك توك الناس رافضه الموضوع ده جدا لانه الموضوع شويه كده بيقى مدعي بيقى مرهق ممل 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 بالضبط كده ممل أيوة. شديد كمان يعني ففي البدايه زي ما قلت لك نرجع للنقطه انه انا كنت بدعب في انه انا اعمل سمري للموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه عشان اقدر الخصه في 59 ثانيه كانت تواجهني صعوبه وبضطر انه اشيل حاجات هي مهمه جدا لكن بقول لك بالدارجه البسيطه بحاول بدخلها في 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 فيديوهات ثانيه برضو الناس بتصلهم يعني الحاجة اللي أنا داير أوصلها فبطلع 59 ثانية وإن كانت يعني الحاجة اللي حتفيد المشاهد يعني لو في حاجة زايدة ممكن أخدتها في فيديو تاني يكون جاي معهم نعم. مع البرنامج يعني. نعم الفئات اللي هي ممكن تكون مستهدفة في التيك توك رغم إنه هي الفيديوهات بتطلع بتمشي لمواقع التواصل الاجتماعي الثانية سواء أيوة. كانت يوتيوب أو حتى فيسبوك أو انستغرام أيوة. بنفس الشعار بتاع تيك توك أو صناعة المحتوى داخل التيك توك أيوة. الفئات اللي انت مستهدفه اول لاقيه قبول غير فئه الشباب اكيد في فئات ثانيه ممكن نقول سيدات اطفال هم بيكونوا متابعين لك ايوه انا في 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 المحتوى اللي بقدمه ما بقصد فئه معينه بقدم لكل الفئات ولكن انا حعلق لك تعليق بسيط على النقطه دي انا اكثر ناس بيلاقوني في الشارع بيعرفوني الاولاد الصغار الاعمار اللي يدوب هم ناشئين المراهقين المراهقين اول يعني 17 18 16 15 في فتره التوتر ل 10 سنين ايوه ففي الفتره دي او الفئه العمريه دي بالذات هي اللي بتلاقيني في الشارع وبتكون مبسوطه جدا من الحاجه اللي انا بعملها يعني احساس بالمسؤوليه كبير جدا والله بصوره ما طبيعيه ومخيف جدا بالمناسبه نعم. يعني انا كنت قبل فتره كنت في 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 واحده من المطاعم فلاقاني ولد صغير امه ما بتعرفني فالولد قاعدين وانا قاعد فبقى بعاين لي وانا طبعا عرفت انه الولد يعرفني قمت اشرت له فالولد شافني قام جاء سلم علي كيف احوالك الحمد لله بس ما انحربي انت اي فقال لي لا تمشي تسلم معي على امي مشيت معه وسلمت عليها فدي دي 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 فئه انا بركز عليها بصوره ما طبيعيه ده جمهورك المستقبل ده المستقبل ايوه انا ما اقدر اقول لك انه الكبار ديل ما خلاص يعني معك معطول عليك عليك أيوة. التفاصيل دي كلها لكن انت ركز على دائما على الفئه العمريه الناس في مقتبل العمر الناس اللي قايمين يا ذات فدي الفئه اللي انا مركز عليها لكن ما عندي فئه يعني طيب لو جيت انا حاولت الخص لك الكلام الجميل اللي سردناه ده قلت لك مشروعك الجاي حيكون كيف ومشروع صناعه المحتوى في السودان بالتحديد شايفه والله انا شايف انه التايم لاين السوداني مليان حاجات سمحه شديد يعني في شباب بيقدموا حاجات يعني 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 اميزنج شديد وجميله جدا ده بالنسبه للتايم لاين السوداني او الميديا السودانيه عموما بالنسبه لي انا استمر على كده ولا حتنزل لا انا ان شاء الله انا قصدت المحتوى السوداني هل حيستمر على ذات المنوال ولا حينزل لا هو حيستمر على ذات المنوال لكن لا انا بالنسبه لي انا لا صناعه المحتوى السوداني يعني هسه ما بتحت أيوة في تغييرات بتجي بتحصل لا انا شايف حاجه شايفه ماشي لي حاجه كويسه ولا لا لا ماشي لي قدام جدا تمام يعني ماشي لي قدام جدا لكن انا على المستوى الشخصي فهسي برتب في اموري لانه يعني على وشك تخلص يعني اخلص الجامعه وصافر ان شاء الله دوله قطر عندي كورسات في قناه الجزيره حاخذ ان شاء الله فدي واحده من الحاجات اللي انا ناوي عليها يعني باذن الله سبحانه وتعالى نعم أكيد هي تدعيم لتفاصيل مهمة جدا ومن خلال الدراسة والكورسات أكيد حتلقى أنك أنت ماشي في خطوات كويسة أنت تواجه مسؤولية كبيرة زي ما ذكرت قبل شوية إن شاء الله ربنا يقدرك عليها دائما والكلمة الدينية تحديدا ومفهوم يعني نحن زرعوا فينا في 30 سنة كانت أكبر وباء في الإنقاذ أنه كان في
يعني او خدتوا الدين في قالب خلى بعض الاشخاص لمجرد سمع كلمه دينيه معناها في تغيير، معناها في تكبيل، نعم معناها في رهبه كبيره جدا وابتعاد. يعني حتى فئه الشباب تحديدا لو جيتم بفكره الدين او دخلتها ممكن تلقى فئه منهم يعني انه ده اللي بيعمل فيه هدى هو عامل فيها بيعرف هو الالفاظ اللي احنا برضو كان في ذكرى بنلقى انه في شيوخ شباب على الذكرى المثال وليس الحصر. الشيخ محمد سيد حاج كان يعني تقريبا الاسلوب برضه قريب منك، كان بيحاول ينقذ الحاجات اللي كانت حاصله للمفاهيم الدينيه اللي بدات تتغير وبدات تكون هي مصدر بتاع نفور للشباب. فعلا ربنا يتولاه ويرحمه ويغفر له ويجعله من اصحاب اليمين ان شاء الله. الكلمه اللي قالتها جميله جدا فعلا فعلا حرفيا. في ناس كثيره في التعاليق بتجي في البدايه اول ما بديت البرنامج اللي انا بسوي فيه حاليا ده، يا اخي عليك احنا داخلين التيك توك عشان رفه دين شنو؟ في ناس بتتكلم كده والله حرفيا التعاليق دي لحد الان انا عامل لها سكرينات وقاعده يعني. ففي تعاليق زي دي كثيره شديد، والشباب زي ما قالت الاستاذه تغريد الخواط انه الناس بقت فاهمه الدين بصوره خاطئه زي ما زرعوه فينا المؤتمر الوطني او الكيزان يعني. فبقت في رهبه من الدين يعني اسلاميين، فالاسلام ذاته بقت في منه خوفه، مع انه الموضوع سلس جدا. انا قلت قبل كده انه انا المشيخ انا ما قدر، فالناس لما تجي تقول لك شيخ وما شيخ فبقول لهم انا معليش انا ما شيخ، انا زول بقدم في قالب يعني بقدم محتوى في به الناس يعني ان كان ديني او خواطر او اي حاجه. ممكن يكون في شباب يعني الشخص يتهبش الحاجه او انه تانب ضميره لكن هو كده عاوز يهرب منها، فانا كده جيت لمحل ما مفترض انه انا يتهبش فيه في التفاصيل زي دي، لكن مع الايام ومرور الايام ومع تقديم رسالتك انت بالبساطه وبالسلاسه ممكن يعني هسه الحمد لله انغاد وراك كثير من الفئات العمريه. بنتمنى لك والله التوفيق وان شاء الله نشوفك في الغريب العاجل، مش انت في العالميه، انت تجيب لنا العالميه للسودان وكون السودان هو يعني بقدم ما يفيد كل العالم. اللهم امين. انا سعيد جدا بانه كنت معاكم حبيب والله يا ويعني قناه الموج الازرق وانا هلالابي طبعا، فده شرف لي والله انه انا اكون قاعد معاكم. فكتر خيركم، ودار ارسل تحايا بسيطه كده لوالدتي لها كامل التحايا وربنا يديها الصحه والعافيه، ولعمي في المملكه العربيه السعوديه ولناس مدني دكتور شوقي دكتور شوقي عثمان الحربي في الدمام استشاري امراض الانسجه والدم، ولخيلاني في قطر، ولدرر يوسف مدني، وللشباب كلهم، ولوجدان حربي، التفاصيل دي كلها الناس دي كلها دعمتني بصوره ما طبيعيه، ولسعاد سعاد المره فاتت قالت لي ما ذكرت اسمي فهسي سعاد سعاد لك موفق يا صديقي ان شاء الله يوفقك في مسيرتك الحاجه دي، وانا يعني بحييك على انك انت حاولت تدعم الحاجه دي من هنا. حاجه تقليديه بتاعت فيديو خلاص بالاكاديميات وتاخذ دورات وكورسات تدريبيه وانا متاكد ان الحاجات دي حتكون انت خسرت فيها مبلغ عشان تطور في موهبتك. ربنا يعوضك الحاجه دي ونسمع بك من ملايين المتابعين يا اخي. كانت مساحه لطيفه جدا يا تغريد. نعم شكرا لك عثمان حربي، ويمكن المفهوم هو يتحول لمواقع التواصل الاجتماعي والاستفاده من الميديا عموما في صناعه المحتوى، وبقى السوق هو عالم بيحتوي على كل يعني سبل الحياة، هو ممكن نقول عليه عالم افتراضي واقعي بقى لأنه بضمنا بكل تفاصيله، وإن شاء الله إحنا نستفيد منه زي ما استفاد منه عثمان. وتحية لكم كلكم، هي كانت مساحة متفردة جدا يا بكري بحضورك، وكنت منور في حضرة المساء وحتنور باقي المشاوير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل علينا كلنا صعابنا ويحقق لنا مرادنا ومعانينا. أكتوبر وردي سعيد جدا، شهر مليان بالمحبة. نعم. والليلة أنت اديتي دلالة بالوردي على أنه لازم تفحصي. هي رسالة عشان كبيرة تطمني. جدا. أيوة. نعم. وعشان تكوني عايشة في السيف سايد، أنت لسه عندك مستقبل باهر قدامك، عندك أخواتك، أمهاتك، زوجك، أبنائك، كل الحاجات دي كلها ما تنسيها. عندك نفسك. نفسك أهم حاجة، مستقبلك لسه عامر قدامك. فلحد ما نتلاقى بمساحة ثانية إن شاء الله. وبتمنى كل السيدات يعني يهبوا للفحص المبكر، رسالة مهمة جدا زي ما ذكر بكري. إن شاء الله نبعد من الخوف ونكون حريصين على صحتنا أكثر من كده. تحية لكم كلكم، لحد ما نلاقيكم إن شاء الله في الغريب. أبقوا عافية، أبقوا طيبين، مع السلامة. أول لما نحن نغيب لواري تكون سنين.
اعصابك برد عيني واشتهينا تكون معاك ما لقينا حنان عينيك تمام تكون علينا مين عليك والله ما مجبور علينا احنا مجبورين عليك شفنا يا الحنين البحار تصفى مرة شفنا يا الحنين البحار تصفى يا من ليك الشوق غينا حصل يا بدنا الفا جبنا ليك الريد غينا حصل يا بدنا الفا سرحت شوية كان رجيت عشان نجيك ما مجبور علينا احنا مجبورين عليك والله ما مجبور علينا احنا مجبورين عليك مستني تجينا عصي طالب منك زيارة لسه مستني تجينا عصي طالب منك زيارة يا جمال فرحك مشاكي الصباح هذه النظارة يا جمال فرحك مشاكي الصباح عمرنا زمان نور في رجاك ما راح خسارة انت ما تفكر تجينا ديبنا بلا فرح نجيك ما مجبور علينا احنا مجبورين عليك والله ما مجبور علينا احنا مجبورين عليك بيسأل ما بيدوم لأن نحن قريبة ليه اللي بيسأل ما